في كل مدينة من مدن اليمن لا يكاد يمر يوم إلا ونجد في مغيب شمسه أيتاماً فقدوا فيه عطف آبائهم بسبب الصراعات والحروب المستمرة التي يعيشها الشعب اليمني، تاركة عيون الصغار تتأمل في وجوه الناس من حولها باحثة عمن يملأ فراغ عطف واسع وقد أصبحت في أشد حالات الضعف والحرمان. الأيادي النقية سفيرة الخير لمحسني أمريكا أخذت على عاتقها إنقاذ مثل هذه الشريحة من خلال مشروع كفالة الأيتام بهدف رفع المعاناة عن الأيتام والأسر الذين فقدوا معيلهم ومصدر رزقهم. أنا معي 7 أيتام وزوجي توفى قدالها 4 سنين ونص وما ندري من يبدلنا ومن يشقى علينا. نجالسي في هذا البيت وهربنا من بلادنا من الحرب وجينا ما درينا أن يصير جينا بين هذا. ذحين جالسين في هذا البيت ومعانا طيقان مكسرات وعنف بيتنا وما بش معانا ابواب ولا معانا شيء والبرد قتلنا وقد فينا التهابات قد جهالي امراض مع التهابات مع كل شيء. اكلنا دواء كان انا رملت فوق جهالي وأصير أشقي عليهم أجمع أصير أطلب من عند الناس طلب عليهم وأحيانا قرب أجمع لي شوي صحات وأصير أبيع حن وأجمع وأشتر لهم شوي كدم وزبادي وأختغديهم وهم ذابا جوع مريع لي لا ما جي لا عندهم. تدري شلي بتوجعني كده أنا تعبة كده أنا كباري وجعني من سنتين أغل من بعيد كده ذال أنا سنتين كده دي وجعني كده مبحشة نام كثر الماء بين الشمس وبين التعب كده إحنا تعبين إحنا مساكن ويتام ما بش معنا من يدير أنا ما بش معنا واحد أنا ما بش معنا واحد. أتمنى من الله إنه من أي تاجر يدي لنا بيت وأدخل جهالي فيه وأعزهم من البرد ومن اليانة من التراب من البهدلة قد جهالي قد ممرض مع البرد مع اليانة هذا. الله يبارك فيهم يدوا لنا معاهم بيت ويأكلوا جهالي ويشربوهم يشينا منهم ما يشينا منهم يدوا لنا ما ويدوا لنا معاهم خزان يدوا لنا ويسقوا جهالي وينظفوهم ويستروهم داخل بيوتهم الله يجزيهم كل خير. كانت الحاجة فجاءت الاستجابة من المحسنين عبر الأيادي النقية. يا فاطمة الله يدي لكم الخير والبركة. إن دخلتونا وضميتوني أنا وأطفالي وضميتوني من البرد أنا وأطفالي وأديتوا لنا البيت الحالي والطيقان
من سايبة ما جزاكم الله خير، الله يدي لكم العافية، الله يدي لك العافية يا اللي دخلتنا بين هذا البيت وديتنا بين هذا البيت وضميتني أنا وجهالي، الله يسترك ويدي لك العافية، أنا عسال ربي. نشكر الكافر الذي وفر لنا البيت، وكنا ما كنا ندرس ولا حاجة، لو ما جوا الكافرين كنا ندرس، جعنا ندرس. والمتبرعين والمحسنين، ها هو خيركم قد وصل، أنتم تتبرعون هناك وخيركم يصل عن طريق منظمة الأيادي النقية إلى هنا، هذه ثمرات أعمالكم، أياديكم الممتدة هناك لامست هذه الأيادي في هذه البلاد البعيدة، ومنظمة الأيادي النقية هي من مدت جسور التعاون وجسور العمل منكم إلى هذه الأسر المستفيدة في الميدان. وهكذا مسحت أياديكم النقية رؤوس اليتامى بالعطف والإحسان، لتبتسم وجوه الصغار وتسابق لغة عيونهم لغة ألسنتهم بالشكر والثناء. وهكذا حصد المحسنون دعوات الأرامل الرافعة أكفها في هجعات الليل، داعية لكل كافل بالخير والبركة والغفران، وهنيئا للمتسابقين على دروب الخير. فالدعوة للعطاء لمشروع كفالة الأيتام مستمرة، والأبواب عبر الأيادي النقية مفتوحة، وحاجة الأيتام للكفالة هذه الأيام ماسة، وما زال هناك الكثير ينتظرون عطف أياديكم النقية.